معلش انا حرم من هذا الشيء. انا راني حياتي من فرع من سكان خانيونس، احنا بنعمل شهرين 10 ايام، يعاني في مشكله في القلب، عنده مشكله في الصمامات، ولا عايش بالاكسجين. في ظل الاجواء هذه انه انا بدور الصغار عشان يوفر الاكسجين لابني 24 ساعه، انا خايفه اعرف ابني، فمش عارفين ايش نعمل. نتمنى انه حدا انه يوفر انه سولار للمستشفيات من اجل سلامه اطفالنا، لانهم بالحاجه الكافه الى الاكسجين. اناشد العالم الحر والمؤسسات الدوليه انهم ينظروا لابن العين الحره. اقسم بالله العلي العظيم شهرين ونص وابني من مستشفى لمستشفى، والله العظيم اتمنى انه ابني يطيب يرجع زي الاطفال التاني، ارجع احط ابني في حضني لنفسي احطه في حضني. يعني انا ليش انا احرم من هذا الاشي؟ Thank you.